اهلا وسهلا، مرحبا بجميع المتتبعين بالمغاربه داخل الوطن خارج الوطن. كنشكر الصحافه على الحضور ديالها المكثف لتتبع بعض القضايا الشائكه، وهذا شيء محمود لانه كيعطينا واحد الحركيه وواحد يعني اجتهاد باش الناس باش المسؤولين والقوانين يوصلوا ويتحققوا ويخرجوا للارض الواقع. فتواجد ديالي هنايا اليوم ماشي على ود الملف ديال ابتسام، ماشي حيت قالوا لي علاش جيتي تعطي الراي ديالك كمستشاره قانونيه ديريه في البيرو ديالك. لا، انايا مواطنه مغربيه وحقوقيه وعندي الحق انني نجي في اي ملف اللي كيبان ليا انه فيه واحد المسائل النقص ديال القانون او لا مساطر ما دارتش او لا هذه، وعندي الحق ندلي الراي ديالي ونفيد الناس ونصحح بعض المعلومات اللي كتكون مرات مغلوطه. لان كتعرفوا بان التكوين ديال الواحد الا كان قانوني راه خاصو مجبر انه ملي يسمع شي حاجه يصلحها. فتوجه الانتقاد ديالي وقالوا لي بان هاجمتيها وهددتيها وهذه، هذاك لم يكن تهديد. هذيك الناس ملي كتهضر على القانون راه ما كيتسميهاش تهديد، هذيك راه كتسميها واحد كتقول ليه رد بالك، راه هذه خصها عندها الحق تقلب عليك. هذه باش الواحد تيعرف راسو الكلام ديالو فين كيمشي. وفعلا حنايا واخا درنا هذا النصح وهذه، لقينا قنوات كثيره دارت واحد الهجوم شرس على الام وعلى اهل ديال الام وعلى هذه، وبداو تصنعوا سيناريوهات وتيجيبوا يعني من راسهم واحد الواقع اللي ما كايناش اللي ما عندهاش لا دليل لهذه، وبداو تضربوا في الاعراض وفي القيمه ديال الواحد ونعتب مسائل خايبه اللي بطبيعه الحال ما غيسكتش الواحد ملي غيسمع راسو متضرر وانه يتقذف بالشعوذه وتتقذف يعني بواحد المسائل اللي هي كبيره وخطيره وتقدر تؤدي لواحد يعني سجن ولا شي حاجه. فبطبيعه الحال انهم غتكون متابعات لان حتى شي واحد ما فوق القانون، والقانون تيسمح لاي واحد متضرر واي واحد تقال فيه شي كلام نابي وقذف وتوجيه ديال الراي العام باش انه يهجم عليه هذه الهجمه الشرسه، عنده الحق انه يدير شكايات ويتبع المسطره. لان عندنا القانون المجرم للشهر والنشر والتصوير والصوت وكل شيء عبر هذه، وتاويل الكلام حتى هو تعاقب عليه القانون. ولا الناس انتقدوها على اساس ان الخرجه ديالها كانت فيها واحد الارتباك، وانا كنقول ان هذا شيء طبيعي لانها اولا ما مولفاش بالكاميرات، ما مولفاش الاستجواب لا شي حاجه. بالنسبه لها اللي خصو يستجوبها هو الجهاز ديال القضاء وقضاء التحقيق، ماشي شخص كيجي كيسولها وتيقول لها حلفي حلفي وادي اليمين. واش اليمين كتادى في حوار؟ اليمين كيتادى امام هيئه محلفه باداء اليمين وبالفصول ديالها وبالقانون ديالها. نعم. هاد الهجوم اللي قلتي في الاول كنت تعرضتي ليه انت كذلك، كيفاش تقبلتي؟ حنايا مني تواجهتي مع المواطنين هما كيقول لك شي حوايج واش ضروك في خاطرك؟ لا لا لا، ما كضرني حتى شي حاجه، ودائما حاضره ودائما موجوده ومستعده باش نجاوب على اي حاجه. وغادي ندير ندوات ووقفات احتجاجيه ومسيرات وكل شيء، ما كنرجعش للور. اللي بغى يقول شي حاجه كيقولها، انا اللي بغى باش يقول شي حاجه ولا ينتقدني خاص يكون عنده مستوى قانوني ومسافة مستوى ديال باش يواجهني به بالكلام بالكلام بالفصول بالقانون. اما ينتقدني غير من اجل انني طلعت حتى هو، راه انا كنت باغيه ان النص ديال الرباط يجي، علاش اللي ما كيجيوش والجمعيات كلهم الحقوقيين يجيو؟ لان هذه مساله خطيره، لان فيها اول مره كنلقاو راسنا المواجهه ديال ام مع البنت ديالها في مسائل جنائيه اللي هي تقدر لا يحمد عقباها. فبالتالي كان خصها بدا يتحركوا الاجهزه اللي هما كيمثلوا المواطن من جمعيات باش يكون، ماشي غنكون غير انا بوحدي وعاد نتلقى الانتقادات. انا لا يهمني الانتقادات وحاضره دائما، وكان يلف كل غموض كل غموض. ودابا قاضي السيد قاضي التحقيق لابد ان غيفتح عده طرق، لان كيكون عندنا دي بيست ديال التحقيق، كيكون بيست واحد وكيتفرع عليه بيست واحد اخر. فما يمكنش لينا حنايا غنحددوا شنو هي لا بيست اللي قابطه اكثر وغنقولوا لا راه في الدار وراه هادي وراه في تلوه في الزربيه ولا في الجلابه ولا هادي او لا في السياره او لا خارج السياره او لا الخدمه او لا هادي. هذيك الشيء كيبقى مساله ديال السيد قاضي التحقيق المحترم اللي ملي كيفتح واحد التحقيق كيمكن له يمشي جميع لي بيست، تيمشي يشوف العمل واش هو يمكن يكون السبب، واش الاصدقاء، واش شي ملف ما تخدمش، واش انتقام، واش اسره، واش هذه. اما اننا غنوجهوا الاتهامات كلها موجهه للاسره وموجهه للام وموجهه يعني الاخوات وداك الشيء فهذا لا يعقل. هذه كتبقى مجرد كلام مردود عليه بشكايات اللي الواحد الى تضرر بطبيعه الحال يمكن له يقدم الشكايه. ثلاثه ديال لي بيست ولا اربعه التحديد غيكون من بعد ما يستكمل البحث ويستدعيوا جميع الاطراف ويستدعيوا الجيران يستدعي راه حتى الامام الجامع اللي دايز مع الخمسة الصباح يقولوا له واش شتي شي حد خارج وادي ولا هادي. لان كنعرفوا حنا الصلاه كتكون بكري في الفجر راه كيكون باقي الحركيه والناس كيخرجوا كيمشيو يصليو، لابد واحد شاف شي حاجه لا هادي. اي واحد شاف السيد قاضي التحقيق انه مفيد لهذا البحث هذا فالا غيستدعيه. الخروج ديال خال ابتسام من امريكا كان ضروري لان وقع واحد الضغط
ضغط عليهم على الأسرة يعني بواحد الكلام وتوجيه الكلام وتوجيه توحد تهام وكلام نابي من طرف بعض القنوات اللي غتكون متابعة ديالهم طبيعة الحال. فغادي لما سحبوش أنا كنطلب منهم أنهم من دابا يسحبوا ويعتذروا لهذه الأسرة هذه اللي كتبقى أسرة مغربية عندها كرامتها عندها قيمتها القانون كيحميها وكيعطيها السمعة ديالها في المجتمع ديالها تحافظ عليها. فبالتالي هذه كانت خرجة وكانت ضروري أن واحد يرد إلا بغى يرد وكيمكن له أنه ما يردش. وغالبا حنا كنلقاو بأن ملي كيبقى داك الاستفزاز ديك الاستفزاز كيضطر الواحد أنه يطلع ويشرح شرح واحد الشرح اللي أنايا جا مع المنطق ديالي أنه حلل بعض المسائل اللي شافها ما خاصهاش يعني تذكار بحال مثلا على سبيل المثال الفلوس اللي في الكوفر كيفاش ما قالوش لا فياش كيفاش غتقول الفلوس في الكوفر وانت ما شتيهم ما كاين واحد حسبهم ما كاين واحد حطهم واش في صك بلاستيكي واش في شكاره واش عطاها لك على اليد المناوله واش كيفاش ما تسمش اعتقال هذاك الشخص اللي كيتسمى مثلا دار هذه الجريمه ديال سرقه الاموال من بعد ما كاينه واحد الحادثه. وكنعرفوا بان الشرطه العلميه راه جات وانها غدير تمشيط ديال المحيط ديال تواجد هذيك الجثه وغادي يديروا داك الشيء في المحضر ديالهم. فاذا كانوا غفلوا واحد الجانب فهم اللي غادي يتسالوا عليه. اما هما راه ملزمين انهم يوصفوا الجثه يوصفوا المكان يوصفوا جميع الادوات والادله واللي لقاوها تماك بدقه وبعنايه لان كلها كتحتاج في البحث. اما عن الجلابه اللي قالوا بيضاء وانه ربما خداها وخداوها ولبسوها لي وهذا الشيء ديال واحد النسيب ديالهم فالشرطه العلميه ملي جات راه خدات صور وخدات هذيك الجلباب والجلباب ما كاينش عليه لا بقع دم ولا حتى شي حاجه وما يمكنناش حنا نقولوا هذاك الجلباب ديال شي واحد لانه هو ليس ضمن المحجوزات. وحنا سمعنا ان من ضمن المحجوزات راه كانت محدوده بواحد بالحصر في واحد اللائحه اللي وقعت عليها الزوجه المحترمه الارمله ودابا غادي تكون عند السيد قاضي التحقيق باش يخضعها للتقييم ديالو. عمرني ما تلاقيت بالام ديال الابتسام او لا طرف اخر ولو ان الاتهامات كانت موجهه ليا والاتهامات دائما كتكون موجهه ليا على اساس انني مشيت مع طرف الاخر او لا خديت فلوس او لا خديت هذه. هذا ماشي هو الدور ديالي. الدور ديالي هو نصره القانون هو توضيح للراي العام وان نصحهم وانني نغير لهم بعض المفاهيم ونشرح لهم بحال المفهوم ديال دابا الشهود اللي هما تيقولوا غيعيطوا على واحد الشاهد غيشهد. لا هذاك المفهوم ديال الشهود اللي كاين في المتداول في اللغه المغربيه اللي هو باش تي زعما شي حاجه بعينك ولا هذيك راه ماشي هو المقصود. المقصود بالشاهد عند السيد قاضي التحقيق هو شخص كيوجه ليه الاستدعاء وكيستدعيه وما كيعتبروش لا متهم لا والو لان ما يكلوش دابا يوجه ليه الاتهام الا باش من بعد ما يستكمل البحث ديالو وكيتعتبر شاهد امام القانون ليس بالمفهوم المغربي ديال انا شفت شي حاجه. من حيث الخرجات اللي سولتيوني اللي كيخرج به تخرجت بهم السيده ابتسام هذه المساله هذه ولات هذه الظاهره مؤخرا كيركز عليها الواحد علاش باش كيرد القضيه ديالو راي عام وكينشرها باش كيكون واحد التبادل ديال الاراء. وحنا تنعرفوا احيانا ان الصحافه استطاعت تحل لغز العديد من القضايا ومنهم قضيه عمر رداد اللي خرجوا كتوبه وخرجوا مقالات وخرجوا يعني حتى المسار ديال بالكيلومترات والحساب وداك الشيء حتى هو كيكون داروه. فهذاك المجهود محمود من طرف الصحافه المتمكنه والمقتدره لكن ان الواحد يدير ادعاءات ويكون بحال دابا يوتيوبرز بغى غير يدير من المشاهدات وهذا الشيء فهذا غير محمود. اما انها خرجت فهذا الشيء طبيعي وعادي. راه كنا لاحظنا في القاصر ديال تيفلت انه ملي كانت خرجات الاعلاميه راه جاوا الجمعيات وجاوا جابوا الميكروفونات وناضلوا من اجل القاصر باش انها ما تتعرضش لواحد الفعل اللي هو مجرم. وبالتالي فاي واحد حر انه يخرج الخارجه انما خصو ما يوجهش الاتهام ويحسب الكلام ديالو. وكاين الكلام اللي كيكون كيتحفظ عليه لانه عند السيد قاضي التحقيق وكلام اللي كيمكن له يتقال ولكن في تحفظ وفي حدود ديال الاخلاق الحميده وفي حدود ديال الاحترام ديال الاصول وديال الناس اللي كيكونوا عشتي معاهم وعطيتيهم واحد القيمه حيت عندهم واحد المكانه في واحد المجتمع اللي خصهم يبقاو حافظين عليها الماء الوجه. ما يمكنش واحد يبقى يقول مش عويده هذه دارت وهي غادي تخرج تقضى غدا غتخرج تمشي هنايا وغيكون عندها اتهامات من طرف المواطن. المواطن ما عندوش الحق يوجه الاتهامات. ومن هذا المنبر كنطلب من المنابر اللي اتهمت الام ديال ابتسام بواحد الكلام نابي ما عندهاش عليه ادله تنوض تعتذر لها والا فان غتكون متابعات اكيد لان القانون المغربي كيجرم هذا الفعل هذا ديال التشهير بالواحد واتهامه بالباطل بدون دليل بدون حجه والمس به والضرر النفسي والضرر داخل المجتمع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.